الفكرة جت صدفة، كان مطلوب مني، يعني مطلوب مني ان كل حد يجيب افكار او كده. فانا كنت في مكان في وسط البلد كده، عبارة عن وركينج سبيس، فانا قاعد المكان بيبيع تابلوهات مكتوب عليها جمل. فكان جاي لي تليفون قبلها بحد طالب مني، انا بشتغل مسرح، فقال لي ان انت تعمل حاجة على المسرح. فقلت له تمام، بس انا كنت خايف بصراحة، فقلت له اديني فرصة افكر كده. ففي نفس الوقت ببص على التابلوهات، لقيت حوالي 6 تابلوهات مكتوب عليهم نفس الجملة، معرفش يعني عند ربنا والله علامه، مكتوب عليهم الخوف لا يمنع من الموت لكنه يمنع من الحياه، نجيب محفوظ. اول مره اقرا الجمله دي بالمناسبه، او تاني مره حاجه كده، فحسيت انها علامه من عند ربنا يعني. فقلت انا هتصل وهقول له ان انا تمام، ولو الموضوع ده نجح هعمل فيلمي عن الخوف، عن لحظه الخوف بس. وفعلا الموضوع عدى حلو قوي، ببساطه قوي، قلت بس دي علامه من عند ربنا، فانا هكتب فيلم عن الخوف. وحصل. ليه اخترنا الاسم؟ عشان لما فكرت في القصة حسيت ان هي ليها، يعني لازم اعملها ليها علاقة بالاعلام او مجال الاعلام اللي انا فيه. مش هخرج بره بقى واعمل افكار بره او كده، ليه؟ ما انا طالب الاعلام عنده لحظة خوف كبيرة لازم يعني اعرضها وتعمل في القصة. ففكرة كلها قامت على فكرة حد بيحب الإذاعة او كده، فليه علاقة بالمايك طول الوقت، فقلت ليه مايكروفون بس. كورق خدت 2 شهر وقبليها شهور تفكير، يعني شهور تفكير هنعمل ايه، لكن يعني حقيقي على ارض الواقع هو 2 شهر كتابة بس، وكتنفيذ حوالي 3 شهور. نقول سنة. كم واحد شارك؟ 19 واحد. كنا بنوزع المهام بينا ازاي؟ يعني هو في الاول كان بيبقى بالسؤال اللي هو انت نفسك تشترك في ايه، او انت عندك قدرات ممكن تشترك في ايه. فكان ناس بتقول سيناريو، ناس بتقول اخراج، ناس بتقول ديكور، ناس بتقول تصوير، ناس بتقول مونتاج، ناس بتقول اخراج. فعلى هذا الاساس، سوري، على هذا الاساس كنا بنجمع بعض. انت خلاص، انتوا ده جروب التصوير، ده جروب الكذا بس، وجمعنا.